في البداية خلينا ننعي إلى جماهير الكرة المصرية عامة وجماهير نادي الزمالك بالخصوص رحيل لاعب الزمالك الشاب علاء علي الذي وفاته المنية اليوم بعد صراع قصير مع المرض اللعين. تغمده الله بواسع رحمته وألهم أسرته ومحبيه بالصبر والسلوان. علاء علي واحد من اللعيبة الشبان اللي كان بادئ بداية يا باشمهندس واعدة جدا، كان يمضي بموهبة كبيرة، والله لكن فجأة على المستوى الشخصي أنا أقول لك سر، هذا اللاعب تمنيته في النادي الأهلي. حقيقي كنت أراه لاعب مؤثر جدا، على خلق جدا، عنده مهارات، بيشوط وهو بيجري وكرة تحت رجله، وكل مكان راح فيه ساب بصمة هائلة. وما عرفتش انه كان عيان، انا كنت مستغرب من الاختفاء بتاعه الا النهارده لما انا فوجئت الحقيقه. كان رحمه الله عليه مريض بالسرطان كانسر لفتره قصيره، صغير عانى فيها 31 سنه. رحمه الله عليه.